استاذ محمد وفق هاي المعادله، معادله الصدر يرفض اي مبادره، يقول لك انا الي الاحقيه، عندي حلفاء اقوياء، اريد نشكل حكومه، انطيتكم لحد 9 شوال، ما شكلتوا، انا اروح امضي بتسميه اللجان، وحتى لربما يقيل وزراء الكاظمي. اكو مشروع، ليش الطرف الاخر ما يؤمن بهذا المشروع وينتظر المعارضه؟ دكتور، هي المهله الدستوريه ما كنت التزام بيها. اي صحيح. اكلت التزام بال 40 يوم وغير ال 40 يوم. يعني ال 40 يوم ما اعتقدها يعني فشي ناجع، لا من اللي اطلق ال 40 ولا من اللي مستهدف من قبل ال 40. هم الكل يعملون، يفترض بالاطار الدستوري بالتوقيتات الدستوريه، خذ على سبيل المثال الكل تجلد الكتل السياسيه على هذا التاخير. وليش تجلد الكتل السياسيه؟ المحكمه الاتحاديه ما قدامها كتل سياسيه، المحكمه الاتحاديه قدامها مؤسسات دستوريه تصدر قراراتها على المؤسسات الدستوريه، رئاسه الجمهوريه، رئاسه برلمان، رئاسه وزراء، حتى القضاء نفسه ياخذ القرارات او تصدر القرارات على هذا. طيب هسه التاخير وين؟ من اللي يتاخر؟ اللي يتاخر مجلس النواب. متى تاخر الكتل؟ عمليا بالاطار القانوني اي اذا اجتمع ممكن يمر رئيس الجمهوريه مجلس النواب المعني. هسه كتل هي تعرقل، كتل ثلث معطل ثلث ضامن، ثلثين غير مكتمله، هاي مشكله غير معني بها الجو الدستوري والجو القانوني. احنا دنباوع على مؤسسه، اذا من المقصر الان؟ احنا حتى الان نروح كلها بالكتل الجانب الكتل السياسي وننسى صح. عمليه هيكله بناء الدوله كمؤسسات. احنا انا هسه بنظري المقصر البرلمان. اي بس انت الان امامك برلمان معطل مشلول. طيب. لاراده قوه سياسيه. ما لي علاقه أو بالقوه السياسيه. او السبعه الحاكمه اللي تهيمن على القرار. ما لي علاقه بالكتل السياسيه، انا هسه انظر للموضوع ما لي علاقه بالكتل السياسيه. ما نقدر نتجاوزها. عرفك البعث 18 سنه هو يخلي لك سله واحده اتفاقات تاتي بالحكومه برئاسات. اذا رحنا باتجاه العرف راح نغيب الجانب الدستوري القانوني. الان مسؤوليه المحكمه الاتحاديه ومسؤولية قبل المحكمة الاتحادية الكتل السياسية والأحزاب اللي خارج البرلمان الآن، من الممكن أن تتكاتف وتقدم شكوى على البرلمان في المحكمة الاتحادية. لماذا هذا التأخير؟ لماذا هذا يعني التمادي على التوقيتات الدستورية؟ هسه هاي مشكلة البرلمان يروح يجمع الكتل السياسية، مشكلة البرلمان يجمعهم بالكافتيريا، يجمعهم بالقاعات، وين يروح؟ هاي مشكلة البرلمان يحير بنفسه، من يحير بنفسه؟ بهيئة الرئاسة. طيب إذا هيئة الرئاسة الآن هي منقسمة، شلون راح تصلح الوضع؟ إذا يفترض لحل النزاع القوم للمحكمة الاتحادية أن يكون لها كلمة الفصل، أنه المؤسسة الدستورية البرلمانية التشريعية الآن مقصرة وفق المقاسات الدستورية وبعين الشعب وبعين العملية السياسية والديمقراطية البرلمان. إذا رحنا بهاي المقاسات وبهذه القوانين صدقني كل الكتل السياسية تنصاع. أبسط مثال، من صار قرار من قبل المحكمة الاتحادية قرارين على أقليم كردستان قالوا لهم لازم تجيبون واردات النفط إلى بغداد، صار انصياع، صار انصياع. من قالوا إلا الثلثين يكتملون كل صاب ما قدروا انقاذ وطني يمشون رئيس جمهوري وما قدروا. اذا العلويه وين؟ العلويه لقرارات المحكمه الاتحاديه اللي الان الكل تتهرب من المحكمه. طيب الاتحاديه احنا قبل اروح للدكتور غالي، احنا امام صراع المكاسب لو امام صراع مشروع؟ لا، جهه عندها مشروع تريد تدير الدوله. اولا انا برايي مشاريع ماكو، لكن يبدو ان الكتله الصدريه عندها ملامح مشروع وليس مشروع. هذا خوش زين ممتاز. ايه؟ انا اشد على ايديهم. ايه؟ لكن انت اليوم المشروع مالتك شلون يكون هو مشروع؟ تنطيه توقيتات زمنيه، والتوقيتات الزمنيه لازم تكون عندي نتائج بالتوقيتات الزمنيه. انا ما اقدر مشروعي اقول الا هذه الدوره الا اطبقه واقسم ان اقصي واللي يجي وياي والتحالف الثلاثي، هو مو تحالف، اكو اتفاق الثلاثي، اتفاق الثلاثي واضرب هذا وامشي ذاك، هذا ما يسمى مشروع. الكتلة الصدرية أمامها مشروع واعد، أنه إذا اشتغلت بهذه الدورة بهذه الكثافة العددية اللي يعتم داخل قبة البرلمان بهذا الزخم السياسي، أنه يأهلون مؤسسات الدولة إلى أغلبية سياسية ممكن تطبيقها في الدورات المقبلة. جميل. وهذا المشروع من الممكن يكون واعد، لكن من تقول لي أني هذا المشروع مالته إلا أطبقه بهذه الدورة، يا أخي مؤسسات الدولة ما تتحمل هيك مشروع. هياكل خاوية عندنا دكتور. بناء الدولة كمؤسسات ما اكتمل.
كم استراتيجية عندنا هسه بالبلد دكتور؟ هواي كثير باستراتيجيات، ليش ما تطبق؟ ما تطبق لأنه هياكل الدولة ما تتحمل الاستراتيجيات بتطبيقها. جميل. كذلك الأغلبية الوضع العام والمؤسسات ما تتحمل تطبيق الأغلبية، لكن من الممكن أن يعملون على تهيئة الأرضية وتهيئة الأجواء وترميم الهياكل إلى أغلبية سياسية في الدورات المقبلة.